لا انا بخير. معلش كنت عايز استاذن حضرتك تنصحني بيه في موضوع العذر بالجهل، لانه الموضوع ده بالنسبه لي متشعب ومش عارف. انا اسالك سؤالا، اذا انت الان فعلت فعل كفر وانت جاهل، اكفرك او اعلمك؟ تعلمني. خلاص هذا هو. اذا انت طيب تقول بالعذر بالجهل. خلال فعلي انا. نعم. فلو انا لو انا شفت شخص بيفعل كفر اعلمه. انا اعلمه. جه على بال ما يتعلم، جه يطلب بنتي اجوزها له. اسال عنه. طب انا عارف ان هو بيرتكب كفر. يا اخي لا تتنطع، يا اخي اسكت، لا تتنطع، حرام عليك. ما تشتغلش مفتي في اشد القضايا حرجا، وهي قضيه التكفير. ما احنا عايزين نفهمها يا ما انا قلت لك ربنا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول عليه الصلاه والسلام كان في الحديبيه على اثر سماء نزلت مطر، نزل من السماء. قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: ربكم اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. هل أمرهم الرسول بالشهادتين من جديد؟ طب واللي استهزأوا بالرسول؟ أسمع مني أكمل لك الكلام. أنا بسألك سؤال بس جاوبني على قدره. هل حكم عليهم الرسول بالكفر لما قالوا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط؟ لا لم يحكم عليه. بس دول الم يقل الله سبحانه: كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها لم ياتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير. الم يقل الله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل؟ الم يقل الله سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون؟ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير. ألم يقل الصحابة لرسول الله، أو عفوا، ألم يقل الحواريون لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ النصوص يا أخي واضحة وجلية. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. أما الذي تستدل به، قوم كانوا يهزؤون بالدين أصلا عن عمد وقصد، الجهل منهم. قال تعالى: إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ففي طائفة معفون عنها، وفي طائفة مرضت على النفاق والكفر، مرضت على النفاق والكفر. هذه التي مرضت. نعم نعذر الشيعة كده؟ الشيعة بحسبهم. هل نستطيع ولا أنت تستطيع تقول إن الشيعة كلهم كفار؟ تستطيع تقول كده؟ إن كان بيستغيث بعلي بكيف؟ إن كان إيه؟ إن كان يستغيث بعلي لا بكيف. شأن اللي يستغيث بأي واحد غير الله من الأموات. صح كلامك، لكن واحد جاهل من الشيعة، واحد جاهل من السنة، واحد جاهل من السنة، كل واحد جاهل يعلم. يا أخي علم الناس بدل ما تكون صغير لسه في العلم وماسك قضية الكفر. هذا كافر، هذا كافر، هذا كافر، واذبح وكل أموال الناس بالباطل. مش كده يا أخي؟ يا أخي العذر بالجهل ده قضية خطرة وعرة. أنت الآن لما تحكم على الشخص بالكفر ستفتي زوجته تطلق منه. وستسرقه أنت نفسك، تكون حرامي وتسرقه، تسرق أمواله وتستجيز قتله وتستجيز ماله. ليه كده؟ علم الناس هدي محمد عليه السلام. رأى من أصحابه خللا. أفضل الكتب، أفضل الكتب. المرأة التي قالت، المرأة التي الجاريتان أمام الرسول، أمام رسول الله تغنيان بغناء بعاث، تقاولتا بما كان يوم بعاث. فقالت واحدة منهما: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. قالت كده أمام الرسول. قال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. أي ما تبقاش لسه مبتدئ في العلم وتمسك أخطر القضايا تحكم فيها في رقاب الناس بالكفر والإيمان.
طيب انت عارف لو افتيت في الصلاه غلط او افتيت في مثلا في الصيام فتوى فيها خطا، اخاف من ان تفتي في دماء الناس وفي كفر الناس واسلامهم. ولذلك التكفيريون منهجهم يصبون على مساله العذر بالجهل. حتى ده يا شيخنا الموضوع يعني الموضوع كبير جدا. ما انا عارف انه كبير جدا. والخلاف فيه يعني، بس المشكله ان هم بيستدلوا بادله. هنا انا استدلت بكلام ابويا الذي ذكرته انا لك الان لما قلت لك قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل، لسير الادله. هذا كلام ابي ولا كلام الله؟ كلام الله. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم، الحديث في الصحيح تمام. كان في من كان قبلكم رجل جمع بنيه وقال اي بني اي اب كنت لكم؟ قالوا كنت خير اب. قال فان الابعد لم يفعل خيرا قط، فاذا انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في اليم في يوم عاصف. لماذا؟ قال لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. لئن قدر علي ربي. فلما فعلوا به قال الله تعالى كن فكان رجلا قائما بين يدي الله. قال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي فغفر الله له. يا إخوة اتقوا الله شويه.